وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم. نرحب فيك دكتور محمد في نشرة أنباء الثامنة. دكتور، أهمية إعادة جدولة اليوم الدراسي كيف ينعكس على تخفيف العبء على الطلبة وعلى أولياء الأمور؟ نعم، مساء الله، مساءكم جميعا بكل خير. في الواقع يعني كما أشرتم، هذا القرار جاء بعد دراسة أجرتها وزارة التربية والتعليم. جزء منها تضمن في الواقع يعني استشفاف رأي أولياء الأمور، وتحديدا من خلال مجالس الآباء واللجان الآباء التابعة لعدد من المدارس الحكومية. نعم. بالإضافة طبعا إلى التحليل الداخلي الذي قامت به إدارة العمليات التعليمية في وزارة التربية والتعليم، ووصلنا إلى نتيجة في الواقع تساعدنا على الوصول إلى مجموعة من الأهداف المهمة. مقدماتها طبعا التخفيف على أولياء الأمور والطلبة، مع مراعاة طبعا الفئات العمرية المختلفة. فهناك طبعا مراعاة لفئة الطلبة في الحلقتين الأولى والثانية، بمعنى من الصف الأول الابتدائي وحتى السادس الابتدائي، ومن ثم أيضا الحلقة الثالثة هي المرحلة الإعدادية، بحيث يتمكن هؤلاء الطلبة أولياء أمورهم من الانصراف طبعا من الدوام المدرسي بشكل أبكر، بما يخفف عليهم طبعا الضغط اليومي. نحن نعلم جميعا الآن مع مرحلة العودة الشاملة والإلزامية لجميع المؤسسات التعليمية أن التوقيت اللي كان المعتمد سابقا هو الساعة الثانية والربع. خروج جميع الطلبة بما يعنيه ذلك طبعا من خروج الحافلات والمعلمين، ويتصادف ذلك طبعا ويتزامن مع خروج موظفي الدولة في وقت واحد من مواقع عملهم، يسبب ضغط كبير جدا على الحركة المرورية في مملكة البحرين. ويؤدي طبعا ذلك إلى طبعا تحديات متعلقة أيضا بوصول الحافلات إلى المدارس والعكس. بالتالي وجدنا أن إعادة جدولة وبرمجة اليوم الدراسي بالطريقة التي تم الإعلان عنها، سواء للمرحلة الابتدائية والإعدادية وحتى الثانوية بمختلف تفرعاتها، تساعد بالدرجة الأولى على التخفيف وإيجاد المرونة اللازمة في الحركة المرورية، عودة الطلبة من الفئات العمرية الصغيرة إلى المنزل في وقت أبكر، بالتالي تخفيف على أولياء الأمور في رعاية الطلبة وأيضا في توفير احتياجاتهم وممارسة حياتهم وطفولتهم طبعا بالشكل المطلوب. هذا طبعا فضلا عما يحققه هذا القرار من شراكة عميقة مع المؤسسات الحكومية وشراكة المجتمعية تؤكدها وزارة التربية والتعليم من خلال التشاورات التي قامت بها مع أولياء الأمور. طبعا بالنسبة لنا هذا قرار مهم جدا، وإن شاء الله سوف نرى انعكاساته يوم الخميس القادم وما يأتي بعد ذلك. وهناك فرق مختصة من وزارة التربية والتعليم تتابع عملية التنفيذ وتعمل على معالجة أي تحديات في هذا الجانب. نعم، سعادة الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم، شكرا جزيلا.